انهم مش نطلبوا لهم ان شاء الله وصايا اللي تخليها لهم. انا نوصيهم يعني يطيعوا للمشايخ وما ينساوش الحرفه نتاعي ولنا يعني. لمن هاد الوصايا راك تهديها انت؟ انا نهديها كاع لوليداتي الجلو والهواري ويتهلاو ثاني في مهمتهم ورب العالمين مكاش كل والدين حبيب مكاش كل زمان طليب. ونطلب لهم ربي ان شاء الله كاع اللي يعرفني قادروه كاع اللي يعرفني ان شاء الله يقيموه ويتهلوا فيه والله يعجل ان شاء الله يديروا كيما انا كاع اللي طبطب ويحوس عليا ان شاء الله يكرموه والدنيا هذه والحمد لله والكريم هذا متسمي على ربي. نطلب لرب العالمين الوليدات ان شاء الله يكونوا كرامة ما يكونوش بخالة ان شاء الله هذا اللي نتمنى لهم ان شاء الله والله يعطيهم يعني خير على خير والله ينجيهم الوالدين والدنيا هذه هي والحمد لله. وانت ثاني نطلبوا لك ربي يا شيخ نور الدين كما راك مكبر بيوم زيخني الله يزيخك ويسجي في الوليدات ان شاء الله امين ويشد لك في ذاك الحاج محمد والحمد لله والله يزيدك النصر على النصر والحمد لله يعني شجره الزينه ما عندنا ما نقولوا فيك وليد طيب وليد حلو ان شاء الله الله يزيدك قدر على قدر ان شاء الله امين والله يعجل ان شاء الله اللي يهدر معك يربح امين. نطلبوا لك رب العالمين شو غادي نقول لك الله يزيدك يعني خير على خير والله يوفي لك ما تتمنى ان شاء الله والله يرضيك على القناديز والقناديز يرضاو عليك والله يعجلك ان شاء الله يعني انت الغطاء نتاع الوالدين والله يعجل الوالدين ان شاء الله يعني تكون تحت الجناح نتاعهم ان شاء الله لا. امين والحمد لله يا رب العالمين وانا نتمنى ان شاء الله في حياتي الله يجيب لنا واحد الحج احنا وخياتنا المسلمين وشهدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدوا ان محمد رسول الله عبده ورسوله وشكرا والله يعجل هذا العيد ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والستر ونسمح من الوالدين ان شاء الله الحمد لله والله يلقينا من البنيه بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.